قال أبو علي: وحدثنا أبو بكر قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: قيل لأعرابي: من لم يتزوج امرأتين لم يذق حلاوة العيش، فتزوج امرأتين ثم ندم، فأنشأ يقول: تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين، فقلت أصير بينهما خروفا أنعم بين أكرم نعجتين، فصرت كنعجة تضحي وتمسي تداول بين أخبث ذئبتين، رضا هذه يهيج سخط هذه، فما أعرى من إحدى السخطتين، وألقى في المعيشة كل ضر كذاك الضر بين الضرتين، لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين، فإن أحببت أن تبقى كريما من الخيرات مملوء اليدين، وتدرك ملك ذي يزن وعمر وذي جدن وملك الحارثين وملك المنذرين وذي نواس وتبع القديم وذي رعين، فعش عزبا فإن لم تستطعه فضربا في عراض الجحفلين.